بسم الله الرحمن الرحيم. ألفية بن مالك، وهو الإمام جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك، المتوفى سنة 72 و600 من الهجرة النبوية، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولد في مدينة جيان نحو سنة 600 هجرية، ثم غادر جيان في مطلع شبابه فأقام بمصر، ثم بحلب، ثم حماه، ثم استقر بدمشق. بدأ طلب العلم في بلده بحفظ القرآن الكريم، ثم أخذ القراءات ودرس النحو والعربية والفقه المالكي، فقرأ على شيخه بجيان ثابت بن خيار الكلاعي، وجالس الأستاذ أبا علي الشلوبين 14 يوما، ثم انتقل إلى الشام، أخذ عن جلة من العلماء مثل الحسن بن الصباح وابن الخباز الموصلي وابن يعيش والسخاوي وغيرهم. نبغ ابن مالك في اللغة والنحو نبوغا عظيما، وحاز قصب السبق في معرفة دقائق علم النحو والصرف واللغة وأشعار العرب، وتكاثر عليه الطلبة، وتصدر للتدريس في كل من حلب، فكان إمام المدرسة السلطانية فيها، ثم بحماه، ثم بدمشق، حيث درس بالمسجد الأموي والمدرسة العادلية الكبرى، حيث عين إماما لها. كان رحمه الله على نصيب وافر من الدين والعبادة وصدق اللهجة وكثرة النوافل ووفور العقل وحسن السمت، وله مؤلفات كثيرة. والآن مع الألفية والجزء الأول المقدمة. قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. الكلام وما يتألف منه، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتامز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل. المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بما تأثر وكافتقار أصلا. ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسماء، وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعا إن عريا، من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيرعن من فتن، وكل حرف مستحق للبنى، والأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم، والرفع والنصب جعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر،
كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر، وارفع بواو وانصبن بالألف، واجرر بياء ما من الأسماء صف، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء أخو أبي كذا اعتلا، للألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذا كاثنان واثنتان، كابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، وارفع بواو وبيجرر وانصبي، سالم جمع عامر ومذنب، وشبه ذين وبه عشرون، وبابه ألحق والأهلون، قلوا وعالمون عليون، وأرضون شذ والسنون، وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد، ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني والملحق به، بعكس ذاك استعملوه فانتبه، وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد جعل، كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد الردف، واجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعينا وتسألونا، وحذفها للجزم والنصب سمه، كلم تكون لترومي مظلمه، وسم معتلا من الأسماء ما، كالمصطفى والمتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا، الثاني منقوص ونصبه ظهر، ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف أنوي فيه غير الجزم، وأبد نصب ما كيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما، ثلاثهن تقضي حكما لازما. النكرة والمعرفة: نكرة قابل المؤثرا، أو واقع موقع ما قد ذكرا، وغيره معرفة كهم وذي، وهند وابني والغلام والذي، فما لذي غيبة أو حضور، كأنت وهو سم بالضمير، وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابني أكرمك، والياء والها من سليهما ملك، وكل مضمر له البنا يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، للرفع والنصب وجر ناصلح، كعرف بنا فإننا نلنا المنح، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما، ومن ضمير الرفع ما يستتر، كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر، وذو ارتفاع وانفصال أنه، وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعلا، إياي والتفريع ليس مشكلا، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما، كذاك خلتنيه واتصالا، أختار غيري اختارا انفصالا، وقدم الأخص في اتصالي، وقدما ما شئت في انفصالي، وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا،
وقد يبيح الغيب فيه وصلا. وقبل يا النفسي مع الفعل التزم، نون وقاية وليسي قد نظم. وليتني فشى وليتي ندرا، ومع لعل اعكس وكن مخيرا. في الباقيات واضطرارا خففا، مني وعني بعض من قد سلفا. وفي لدني لدني قل، وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق. واسما أتى وكنية ولقبا، وأخرا ذا إن سواه صحبا. وإن يكونا مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد. وجملة وما بمزج ركبا، ذا إن بغير ويه تم أعربا. وشاع في الأعلام ذو الإضافة، كعبد شمس وأبي قحافة. ووضعوا لبعض الأجناس علم، كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب. ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة. اسم الإشارة بذال مفرد مذكر أشر، بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر. وذانتان للمثنى المرتفع، وفي سواه زينتين اذكر تطع. وبأولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى ولد البعد انطقا. بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. وبي هنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلا. في البعد أو بثم فه أو هنا، أو بهنالك انطقا أو هنا. الموصول موصول الأسماء الذي الأنثى التي، والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي، بل ما تليه أو له العلامة. والنون إن تشدد فلا ملامة. والنون من ذين وتين شددا أيضا، وتعويض بذاك قصدا. جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا. باللات واللاء التي قد جمعا، واللائي كالذين نزرا وقعا. ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. ومثل ماذا بعدما استفهام، أو من إذا لم تلغ في الكلام. وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. وجملة أو شبهها الذي يوصل به، كمن عند الذي ابنه كفل. وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل. أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. وبعضهم أعرب مطلقا، وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي. إن يستطل وصل، وإن لم يستطل فالحذف نذر، وأبوا أن يختزل. إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي. في عائد متصل إن انتصب، بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. كذاك حذف ما بوصف خفضا، كان تقاض بعد أمر من قضى. كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. المعرف بأداة التعريف الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. وقد تزاد لازما كاللاتي، والآن والذين ثم اللاتي.
ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة وحذف ألذي إن تنادي أو تضف أوجب وفي غيرهما قد تنحذف الابتداء مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني وقسوك استفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة مفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوز التقديم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لي منجدا ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصديرا كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثرا عن واحد كهم سرات شعرا كان وأخواتها ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماضي منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية
ومنع سبق خبر ليس اصطفي، وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي. ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، ومضمر الشان اسما ننوي إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدما، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب. ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم. فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك، وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء، ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل، وبعد ما وليس جر البل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. في النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العمل، وما للات في سوى حين عمل، وحث ذي الرفع فشى والعكس قل. أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكسا، وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا، وألزم اخلولق أن مثل حرى، وبعد أوشك انتفاء النذرا، ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا. كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق، واستعملوا مضارعا لأوشكا، وكاد لا غير وزادوا موشكا. بعد عسخ لولق أوشك قد يرد غنا بأن يفعل عن ثان فقد، وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا، والفتح والكسر أجز في السين من نحوي عسيت وانتفى الفتح زك. إن وأخواتها لإن أن ليت لكن لعل، كأن عكس ما لكان من عمل، كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني، وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي، وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري، فاكسر في الابتدا وفي بدء صلة، وحيث إن لي يمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. وكسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى، بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي، ما تلو فالجزى وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء النحو إني لوزر. ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كرضيا، وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا، وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، وخففت إنا فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدأ
ما ناطق أراده معتمدا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا، وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر جعل جملة بعد أن، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا. فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو، وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي. لا التي لنفي الجنس عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا، ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي، والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتما. وأعط لا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهام، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. ظن وأخويتها انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، أعني رأى خالى علمت وجدا، ظنا حسبت وزعمت مع عد حجى درى وجعل الذك اعتقد، وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما، كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك، وجوز الإلغاء لا في الابتداء، وانوي ضمير الشان أو لام ابتداء في موهم إلغاء ما تقدما، والتزم التعليق قبل نفي ما، وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا، والاستفهام ذا له انحتم. لعلم عرفان وظن تهمه تعدية لواحد ملتزمة، ولي رأى الرؤيا مما لا علم طالب مفعولين من قبل انتمى. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول، وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل، بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم، وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا، وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثان اثني كسا، فهو به في كل حكم دؤتسا، وكأرى السابق نبى أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا. الفاعل الفاعل الذي كمرفوعي أتى، زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، وإلا فضمير استتر. وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا، وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف، والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلا، والحذف قد يأتي بلا فصل ومع
ضمير ذي المجاز في شعر وقع، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه يبينوا، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر، وما بإلا أو بإن من حصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر، وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل، فأول الفعل اضم من والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى، والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحل، واكسر أو اشمم فثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل، وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب، وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقادا وشبه ينجلي، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن، في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا، وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا.